يعني يسعدنا أن تقوم لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة برئاسة أخونا المهندس محمد الخالدي أن نوقع اليوم مذكرة التفاهم مع مركز دراجي قطر التابع لوزارة الرياضة والثقافة، طبعا بهدف نشر الوعي صراحة في المجتمع وكافة طبقات المجتمع على استخدام وركوب الدراجات الهوائية. والله الحمد يعني اليوم احنا نشوف مسارات الدراجات متوافرة في كل مشاريعنا وأصبح جزء ما نستغني عنه حال حال أي خدمة من الخدمات البنية التحتية اللي توفرها الدولة. هدف اتفاقية اليوم هو دعم مركز دراجي قطر للدراجين على المسار الأولمبي عن طريق توفير الدعم اللوجستي والدعم التدريبي والدعم الميكانيكي للدراجين على الطريق. إن شاء الله راح يكون تتوفر فعاليات كثيرة مشتركة مع أشغال، فعاليات توعوية وفعاليات جميلة إن شاء الله لجميع أفراد المجتمع. قطر هذا تعاون جدا جميل وملموس حقيقة، وتشكر عليه هيئة الأشغال العامة بحرصها على أقل التفاصيل، وهذه الاتفاقية بتطور العلاقات اللي بين دراجي قطر وبين أشغال. الله يعطيهم العافية واتمنى التوفيق للطرفين إن شاء الله. التعاون اللي صار أصلا كان من الأساس في تعاون، بس الحين توجوا باتفاقية، تعاون مثمر وممتاز جدا. وطبعا المسار الخط السريع أو مسار الخور هو مثال على ذلك، ما أعتقد أن في مسارات مثله في دول المنطقة. إحنا سافرنا كثير يعني خصوصا مركز دراجي قطر، إحنا أوروبا ولفينا كثير من الأماكن، ما شفنا مسارات مثل ذي.